حسن كرامي. أصلاً حسن كرامي اختصاصي الضربات الحرة، سجل حسن كرامي من خلال الضربات الحرة. هل بإمكانه حسن كرامي يسجل واحد من الأهداف الجميلة موجود خلف الكرة؟ الكرامي ممكن يسدد بشكل مباشر. حسن كرامي عم يتحضر، حسن كرامي بسدد مباشرة باتجاه المرمى، وأيضا إنجاز آخر بالجهة المقابلة. حسن مغنية، حسن مغنية عم بخلص مباراة حراس المرمى. فعلا المباراة حراس المرمى، شوف الطريقة اللي لعب فيها الكرة حسن كوراني بمدى كأساسي بتشكيلة الساحل اليوم. أيضا وسيم عبد الهادي بيعيد الكرة لعند حسن كوراني، قدم مستوى لافت حسن كوراني بمواجهة النجمة من الأسبوع الماضي، أيضا مع صاحب الرقم 20 الكوراني. كرته لعند عمر عويضة، يا سلام عمر عويضة، التمريرة المميزة كانت بكعب القدم لعند حسن كوراني. كوراني أيضا عمر عويضة كرته الأمامية، حسن كوراني همزة الوسط الساحلية بلعب كرة طويلة. لوكاس قلم لما الكرة عم تنقطع بالراس وقت تبقى ساحلية، سي الشيخ بيخسرها بتروح لعدين كوراني المتقدم. كوراني بيحاول المرور، ممكن يسدد كوراني، بيسدد الكرة رائعة جدا. حسن كوراني أطلق صاروخ وإنجاز من حسن مغنية، تسديدة رائعة من مين؟ من حسن كوراني، ولكن الصدى كانت رائعة ومميزة جدا. شوفوا بالإعادة. بتعود الكرة ساحلية مع تدخل سي الشيخ، يا سلام ملا سي الشيخ، يا سلام ملا مرور، بيحاول مر بالمرة الثانية سي الشيخ، انه تدخل عم بيكون من حسن كوراني.